بعد الخسائر العنيفة التي هزت سوق النفط العالمي في الأشهر الثلاثة الماضية وتسجيل الأسعار أول هبوط فصلي في عامين، قرر تحالف أوبك بلس خفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا ابتداء من نوفمبر المقبل، بهدف تحقيق التوازن في الأسواق والحد من التراجعات العنيفة التي تعرضت لها الأسعار. قرار أوبك بلس الذي يعد أكبر تخفيض للإنتاج منذ تخفيضات أزمة كورونا في العام 2020 يأتي في وقت تزايدت فيه مخاوف المنتجين في داخل التحالف حول مستقبل المعروض النفطي في ظل نقص الاستثمارات التي باتت تؤثر على قدرة الكثير من الدول على رفع معدلات إنتاجها. كما يأتي الخفض في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تؤدي عملية رفع الفائدة المتسارعة في دفع الاقتصاد العالمي نحو ركود تكون له تداعيات وخيمة على الطلب العالمي على النفط. تحركات أوبك بلس اليوم تتناقض بشكل كامل مع رغبة أوروبا والولايات المتحدة في خفض أسعار الطاقة، وهو ما دفع بالبيت الأبيض لتوجيه دعوة للمنتجين في أوبك بلس بعدم خفض الإنتاج، بل ووصف خطة خفض الإنتاج بالكارثة التي ترقى للعمل العدائي ضد الولايات المتحدة، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت غير مناسب للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يحاول السيطرة على ارتفاع الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.